الو، صباح الخير استاذ جابر. صباح الخيرات مدام نادية، ما هيك؟ ايوه، كيف صحتك؟ ممتاز واكثر من هيك بنتزع. انت شلونك؟ انا الحمد لله منيحه. زعجتك شيء؟ اعوذ بالله، شو ازعجتيني؟ ما في احلى من اتصالك. بتعرف انا يعني ترددت كثير قبل ما اتصل فيك، ما بعرف، خفت انك تكون نايم. شو نايم؟ يا ستي انا بصحى من وش الضوء. تلعب رياضه؟ رياضه شو؟ انا في الصبح بكير خصوصي حتى مارس طقوس الكسل والتنبلي بكل ابعاده. قولي لي لشوف، انت شلون بتقضي وقتك؟ انا يعني بشكل عام الصبح بشرب قهوه ومتفرج شوي على التلفزيون وبقيت النهار بالطبخ والمسح والجلي وهيك لوقت اللي ترجع نرمين من شغلها. طالما هيك في عندي اقتراح، ما بعرف اذا كان متوافق عليه. هات لشوف. يا ستي طالما انا وانتي مستقيلين من تفاصيل الحياة وعلى ما يبدو حياتنا بتشبه بعض كتير، شو رأيك نصير نطلع مشاوير صباحية؟ تمشاية يعني؟ والله فكرة، بس يعني ما بعرف شو بدي أقولك. معلش نحكي بالموضوع بعدين، أنا كتير كتير آسفة. ولا يهمك، تكرم عيونك. على كل حال منضل على تواصل مع بعض. أنا جدا سعيد باتصالك. مع السلامة.